فقنا الصباح باش نمشيو للمصلى ولبسنا البنيه وجينا حنا والاخ ديالي باش نأديو صلاه العيد وباش ناخذوا الجائزه ديالنا، وكنتمنوا عيد مبارك للشعب المغربي قاطبه وصاحب الجلاله محمد السادس، وكنتمنوا الخير لهذه البلاد وتقبل الله منا ومنكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، مبروك عيدكم، مبروك على جميع كيما الناس. عملنا مشينا للمصلى، لبسنا حوايج العيد، الحمد لله وتبارك الله. رمضان داز في المستوى العالي بالنسبه للصلاه ديالو والعباده ديالو والتقوى والايمان ديالو، واليوم العيد دابا العيد ديالنا كنباركوه كاع لشوف تي في، ونباركوا الناس اللي كيشوفونا والناس اللي كيعرفونا، وتبارك الله عليكم. خطبه داز في المستوى، خطبه كانت زوينه وجلسنا تسنتنا ليها، وكانوا اصدقاء معنا حتى هما، وبقينا كنتسنتوا الخطبه، ودازت الخطبه في المستوى العالي. كنشكر التوف تي في بزاف بزاف بزاف، وكنبارك لها العواشر ديالها، وعيد مبارك سعيد، دخل عليها بالصحيحه والسلامه ان شاء الله. الحمد لله وشاكرينه ملي ملي دركناه، اللهم لك الحمد، كنترجى ومازال شوال باذن الله الا بقينا في الحياه بخير. انا طلعت دابا من الكراج علال باش نصلي هنايا، ربي فين ما مشيتي كاين، اللهم لك الحمد. كاع الاسلام فين ما كان راه الخير هذا، اللهم لك الحمد. تنبارك لكم العيد، لكم ولا اللي خدام ولا اللي في هذا المشروع، الله ينصر سيدنا، اللهم لك الحمد، الله يعطيكم السعاده، الله يسهل الامور.